السلام عليكم. ليلى السلمان، من هي وعمرها وما هي جنسيتها الحقيقية؟ ومن هي ابنتها الفنانة المشهورة؟ تعرف معنا. ليلى السلمان سعودية الجنسية، من مواليد العراق عام 1961، تبلغ من العمر 59 عاما. انتقلت للعيش في الكويت، شاركت هناك بالكثير من الأعمال الدرامية الكويتية، حيث حققت نجاحا كبيرا في أول عمل لها وهو خطوات على الجليد عام 2000، ثم توالت عليها الأعمال الدرامية وقد اشتهرت بدور الأم إلى عام 2012، ولكن بعد هذه الفترة تراجعت مشاركتها في الأعمال الخليجية، وذلك بسبب دخولها في مجال الإنتاج ومنافستها للمنتجين، مما دفعهم إلى الابتعاد عن التعامل معها في مسلسلاتهم، وقد انحسرت مشاركاتها بعد ذلك في الأعمال السعودية فقط أو في أدوار صغيرة خارج السعودية. وليلى السلمان أم لأربعة أبناء وابنة، وهي نوال محمد التي عملت في المجال الفني مثل والدتها، ولكنها استمرت في الوسط الفني لمدة 4 سنوات فقط، ثم أعلنت اعتزالها حيث أنها لم تلقى النجاح الكبير الذي حققته والدتها. أي من أعمال الفنانة ليلى السلمان ترونه الأفضل؟ شاركونا أرائكم.